الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التربية الإسلامية لتلاميذ الثالثة إعدادي، يسعدني أنا نور الدين عديل أن أقدم لكم هذه المادة الدراسية. كما تلاحظون سنخصص هذه الحصة للتوقف قليلاً من أجل تقويم وتثمين التعلمات السابقة، ولهذا اخترت عنواناً لهذه الحصة استثمار تعلمات المداخل الثلاثة من التزكية إلى الاستجابة. الغرض إذن من هذه الحصة هو أن نتدرب على كيفية إعداد أو معالجة الأنشطة التقويمية، بدءا بالفروض الكتابية وانتهاء بالامتحان الجهوي الذي نحن مقبلون عليه. قبل أن نعرض لمثال تطبيقي، لا بأس أن نستحضر جملة من الموجهات التي عرضها الإطار المرجعي للمادة. كما تلاحظون الإطار المرجعي هو وثيقة رسمية تبين لك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، كيفية الاستعداد للامتحان لكي توفر جهدك ووقتك وتتحرك بشكل قاصد ومفيد. نبه الإطار المرجعي إلى أن الغرض من هذه الوثيقة هو ضمان تحكم المتعلمات والمتعلمين في الموارد والكفايات، ولذلك سنسأل الآن عن ما هي كفاية مستوى الثالث إعدادي. الثالث إعدادي صرح الإطار المرجعي وكذا منهج المادة إلى أن كفاية هذا المستوى محصورة في قدرة المتعلم على حل وضعيات المشكلة يستدمج فيها كل معارفه المرتبطة بالقرآن الكريم وتمثلاته المتعلقة بمفاهيم العقيدة والتزكية، أسماء الله الحسنى، تعظيم المحبة، وكذا معارفه حول السيرة النبوية، إضافة إلى التدرب على عبادة الله تعالى، انتهاء بقدرته على استحضار مكتسباته المرتبطة بمدخلي القسط والحكمة، وفاء بالحقوق ومبادرة بالسلوك الإيجابي. نحن نعلم أن الامتحان الجهوي لا يتضمن كفاية السنة كلها، وإنما الجزء الثاني من الكفاية، ولذلك سنركز فقط على الوحدتين الثالثة والرابعة، بمعنى على دروس الدورة الثانية. ولذلك يمكن صياغة كفاية التقويم المرتبطة بالامتحان الجهوي على هذه الشكلة: يكون المتعلم المترشح لاجتياز اختبار الامتحان الموحد لشهادة السلك الإعدادي قادرا على حل وضعية مركبة ودالة، وسنرى ذلك ونموذج ذلك والمقصود بذلك بعد حين، بتوظيف مكتسباته المرتبطة بالقرآن الكريم ليس بكل الصور وإنما فقط بصورة الحديد المدرجة ضمن الدورة الثانية أو الأسدو الثاني، وتمثلاته المتعلقة فقط بالمحورين الأخيرين من دروس العقيدة والمفاهيم الإيمانية، ثم بمعارفه حول السيرة النبوية تركيزا على وثيقة المدينة وإيواء رسول الله، ثم التدرب على ما اكتسبه من عبادات نركز على الزكاة والإنفاق في سبيل الله، مستدمجا بطبيعة الحال موارده المرتبطة بحق الغير البيعة وشروطها وحق البيئة العناية بالمحيط، كل ذلك من أجل أن ينخرط بشكل إيجابي في محيطه وبيئته تعارفا وتعايشا. إذن كما تلاحظ عزيزي المتعلم، نحن أمام كفاية أو جزء من الكفاية السنوية، وهذا يوجهك في الاستعداد لهذا الامتحان. في هذه المحطة سنتدرب نحن على تقويم جزء من كفاية الدورة الثانية، وسنركز على الوحدة الدراسية الرابعة والتي تبتدئ من سورة الحديد أي المقطع الخامس إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميناها وحدة لأن فعلا كل هذه المحاور تعالج قضية واحدة، هي القضية التي تعرضها سورة الحديد في هذا المقطع. ومر معنا أن سورة الحديد في هذا المقطع تعالج مسألة الإنفاق وكيفية بناء شخصية مؤمنة قادرة على الإنفاق بلا من ولا نفاق. ولذلك ستلاحظ بأن القرآن الكريم في مدخل التزكية عالج كيف أزكي نفسي وفق منهج القرآن الكريم حتى ترقى لمقام الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه فهم قدوتي في الإنفاق في سبيل الله بكل صور الإنفاق التي تشمل بطبيعة الحال العناية بالبيئة وجمالها ومحيطها، طمعاً
بطبيعة الحال في حفظ الوصية النبوية التي جاءت في حديث الوصايا التسع. كما تلاحظ عزيزي المتعلم، نحن أمام وحدة دراسية بموضوع واحد، ولذلك أثناء التقويم سنراعي هذا المعلم. نحن لا نقوم المداخل، وإنما نقوم قضية تم معالجتها من خلال مداخل المادة. كما تلاحظون، يمكن الآن أن نصوغ هدف الوحدة الرابعة على هذا النحو. إذن سنستدمج معارفنا المرتبطة بالقرآن الكريم، سورة الحديد المقطع الخامس، تمثلاتنا المتعلقة بأثر القرآن في تزكية النفس، معارفنا حول سيرة رسول الله وسنركز على إيواء رسول الله، ثم ما تعلمناه وتدربنا عليه في مدخل الاستجابة الإنفاق في سبيل الله، ثم ما بقي من حق الوفاء بحق البيئة والمبادرة لحفظ الوصايا التسع. إذن هكذا يمكن أن يكون لديك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، وضوح لما سيكون موضوع تقويمك في النشاط التقويمي المرتبط بالوحدة الدراسية الرابعة. لماذا وقفنا هذه المحطة بعد المداخل الثلاث، مدخل التزكية والاقتداء والاستجابة؟ لأنها أول محطة نختبر فيها أو تختبر فيها أنت أيضا قدرتك على الاستجابة لنداء الإيمان الوارد في المقطع القرآني ومدخل التزكية، ثم قدرتك على تجسيد هذا النداء استجابة على خطوات النبوة. فإذن الاستجابة لنداء سبق هو نداء الله تعالى الوارد في كتابه، الذي عرض لك جملة من التصورات، مثلا في المقطع الأخير أو المقطع الخامس من سورة الحديد أعطاك نماذج للمنفقين في سبيل الله وللمعترضين على هذا الإنفاق، نماذج للأنفس الزكية المبادرة، نماذج للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فأنت تعيش مع هذه التصورات المختلفة لتبني تصورك على أساس واع، وهو الذي يطرحه المفهوم العقدي في مدخل التزكية. ولكي تكتسب هذا المفهوم وتستطيع الانخراط الواعي في تطبيقه، عرضنا لك نموذج النبوة ونموذج من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تستجيب أيضا كما استجابوا. وإلى هذا الأمر أشار الإطار المرجعي الذي ذكرنا به قبل قليل، الذي يقترح لتقويم مادة التربية الإسلامية سواء في الامتحان الجهوي أو في الفروض الكتابية أو حتى في الامتحان المحلي، اقترح لنا وضعيتين تقويميتين أو وضعية واحدة، طبيعة الحال في بعد تكاملي، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل. نحن لا نقوم الوحدات، وإنما نقوم القضية التي تطرح والصورة والتي عالجتها المداخل طيلة الوحدة الدراسية. يمكن أيضا أن نقترح نشاطا تقويميا ثانيا داخل الوحدة، وهو الذي يرتبط بمدخل القسط والحكمة. لماذا؟ لأننا في القسط نقيس قدرتنا على الوفاء بالحقوق المتعددة، بدءا بحق الله تعالى وحق النفس والغير وحق البيئة، استجابة الواجب في القسط، أما في الحكمة فاستجابة المحب المبادر المنخرط. إذن نحن هنا، نحن الآن في هذه المحطة سننجز نشاطا تقويميا بهذه التوجيهات. كثيرا ما تسأل عزيزي المتعلم عن المعارف أو ما هي المضامين التي يجب أن أعد لها، وكثيرا ما يطرح تلامذة بين يدي الامتحانات المحلية أو الجهوية أو الفروض، ماذا نضبط استعدادا لهذا الامتحان أو لهذه المحطة التقويمية؟ الإطار المرجعي حدد لك في جدول المضامين ما هي العناصر التي يجب ضبطها في كل محور من محاور الوحدات الدراسية. فمثلا لدينا نحن في هذا الجزء من الوحدة الرابعة سنناقش ثلاث محاور: مدخل تزكية القرآن الكريم ودوره في تزكية النفس، مدخل الاقتداء إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، ومدخل الاستجابة الإنفاق في سبيل الله. وقد مرت معك عزيزي المتعلم هذه المحاور، وقد لاحظت أو ستلاحظ الآن بأن كل محاور التي تمت معالجتها معك في الحصص السابقة لا تخرج عن هذه العناصر الأساسية الواردة في الإطار المرجعي. ولذلك تقويم
هذه المحاور من حيث المادة المعرفية لن يخرج عن هذه العناصر، فلن تسأل إلا عن مفهوم القرآن ومفهوم التزكية ومنهج القرآن في التزكية. وإذا انتقلنا إلى موضوع الإنفاق لن تسأل إلا عن مفهوم الإنفاق ومقاصده. وإذا انتقلنا إلى مدخل الاقتداء لن تسأل إلا عن مظاهر نصرة الصحابة لرسول الله، نموذج أبو أيوب الأنصاري وأم سليم رضي الله عنها. فإذا هذا موجه مهم جدا، لا تضيع جهدك في ضبط المعارف التي لن تسأل عنها ولن تحتاجها لكي تعالج الوضعية التقويمية التي تطرحها الفروض وحتى الامتحانات. هذا موجه أساس. الموجه الثاني هو ما هي المهارات التي أحتاجها لكي أعالج وضعية تقويمية. تعلم عزيزي المتعلم بأن اختيار التقويم بالوضعيات يفترض أن لديك كفاية، والكفاية ليست جواب عن سؤال وإنما إنجاز مهمة، والمهمة تحتاج إلى معارف، تحتاج إلى مهارات، وتحتاج إلى قيم. فأنت الآن لست تسأل، وكثيراً ما يعتقد التلاميذ وحتى بعض الآباء أن مادة التربية الإسلامية هي مادة الحفظ. هذا التمثل وهذا التصور ينفيه جدول التخصيص الوارد في الإطار المرجعي الذي خصص لك كل مهارة ونسبتها داخل النشاط التقويمي وحتى النقط المقابلة لها. فمثلا حفظ النصوص الشرعية، ونقصد بها هنا المقطع القرآني الذي سيكون موضوع التقويم بالنسبة لنا الآن، المقطع الخامس من سورة الحديد، لن يشكل داخل الفرض إلا 20%، بمعنى 4 نقط من أصل 20. التمكن من المعارف الأساسية لن يشكل إلا 15 ب3 نقاط. توظيف المفاهيم الشرعية ليس فقط ذكر معناها ودلالتها، وإنما القدرة على توظيفها واستثمارها وتثمينها سيكون له 3 نقاط. تحليل النصوص واستخراج الأحكام 4 نقاط. استخراج القيم وتوظيفها 4 نقاط. اتخاذ موقف 2 نقطة. وكما تلاحظ عزيزي المتعلم لا يشكل الحفظ إلا 20%، بمعنى 80% هي مهارات تعتمد على قدرتك على الفهم، قدرتك على التركيب، وقدرتك على التعبئة والاستدماج. هذا أيضا موجه أساس في إعدادك للامتحان سواء الجهوي أو حتى الفروض التي تقبل عليها. أيضا من بين الموجهات التي سنعتمدها هو القيم التي يجب عليك أن توظفها، ونقصد بالقيم تلك المبادئ التي يتشبع بها الفرض والتي توجه سلوكه. نحن نريد منك إنجازا، نريد منك سلوكا، وهذا السلوك يبدأ داخل الفصل، داخل بيئة القسم، ليمتد إلى بيئة المدرسة ولتخرج به إلى الحياة. فيجب أن تكون مشبعا بهذه القيم. منهاج مادة التربية الإسلامية ذكرك بالقيمة المركزية وهي توحيد الله تعالى، بمعنى الإيمان بالله تعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي يرفعك إلى ما تطمح إليه من كمال بشريتك، من أن تنال شرف القصد إلى الله تعالى. لن تستهويك جواذب الأرض، ولذلك الموحد لله تعالى هو أكثر الناس تحررا من شهوته، من هوى نفسه، أيضا من سلطان غيره، ومن كل ما يمكن أن يقيد حركته. الموحد حر، ولذلك ينطلق في الحياة مستقيما، قصده الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولذلك تجده أكثر الناس عطاء. ولأنه يشعر بأنه لا يتحرك إلى الله وحده بل مع بني جنسه من البشر، لذلك يحسن إليهم، لأنه لا سفر ولا سير إلى الله تعالى إلا في ركب إيماني. ولذلك نجد في القرآن الكريم نداءات الجمع: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، دون أن يغفل القرآن الكريم نداء خاصا لك أيها الإنسان. المحسن أقرب الناس إلى العطاء، لكن لكي يستمر في العطاء يجب أن يكون الباعث ليس فقط الوفاء بالواجب وإنما محبة الخلق. لن يستطيع أن يداوم على الإحسان إلا من يشعر بأنه محب للناس
ومحب لرب الناس، والمحبة أيضا تدنيه من ربه فيزداد إيمانا وتوحيدا. وهكذا ترتقي هذه القيم، نبدأ بالتوحيد وننتهي إلى المحبة التي تزيدنا توحيدا، لنبدأ من مستوى أعلى من التوحيد يرقى بنا إلى باقي القيم. هذه عزيزي المتعلم، أو هذا هو الموجه الثالث والأخير الذي أريدك أن تستحضره قبل أن نمر إلى النموذج التطبيقي. النموذج التطبيقي الذي اخترته لك طبيعة الحال يرتبط بقضية المقطع الأخير من سورة الحديد الذي يعالج الإنفاق، لكن حاولت أن أربطه ببيئتك لكي تشعر برغبتك في الانخراط، وأيضا لكي نؤكد بأن المقصود هو أن نتعلم في هذه المادة وفي باقي المواد كفايات الحياة، كيف تخرج إلى الحياة بقيم تضمن لك الاندماج، بمعارف تساعدك على اتخاذ موقف، بمهارات تعبئ كل ذلك ليكون موقفك سليما وحركتك مستقيمة. نقرأ جميعا هذه الوضعية. توصلت من صديقك برسالة على هاتفك ترغبك في الإنفاق في سبيل الله لأنها تجارة رابحة، أي لأن الإنفاق تجارة رابحة كما تقول الرسالة التي توصلت بها، خاصة في وقت الضيق والشدة، كلما ضاق بالناس الحال كان للإنفاق معنى حسب هذا الموقف. فلما قرأتها على أفراد أسرتك، خاصة وأنك اليوم تقضي جزءا من وقتك مع عائلتك، وأدعوك إلى أن تستثمر هذا الوقت، علق عليها أخوك الأكبر بقوله: صحيح أن لي مالا يلبي حاجياتي وأكثر. صاحبنا لديه من المال ما يكفي ويزيد، لكن في وقت الشدة أنا أولى بمالي من غيري، وإنفاقي له تجارة خاسرة. في اعتقاد هذا الأخ الأكبر أن في وقت الشدة الإنفاق لا معنى له. لماذا؟ لأني أنا أولى بالإنفاق على نفسي، ولأنني لا أدري ماذا تأتي به الأيام. فاحتارت أختك بين موقف صديقك وموقف أخيك. وهنا أدعوك عزيزي المتعلم لكي تنخرط أنت في حل هذه المشكلة طبيعة الحال من خلال إنجاز المهام الآتية. المهمة الأولى التي ستساعد بها أختك على الخروج من حيرتها أن تحدد أنت ما المشكلة التي تطرحها الوضعية. ونريدك عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، أن تبدأ دائما في الفروض الكتابية، في الامتحانات الجهوية، وفي كل أنشطة التقويم من القراءة المتأنية للوضعية التقويمية. لماذا؟ لأن انطلاقتك ستكون سليمة عندما تستوعب المشكل الذي تطرحه الوضعية. لا وجود لوضعية تقويمية لا تطرح مشكلا، ونقصد هنا بالمشكل وجهات النظر المتباينة المتعارضة. قد يكون وجهات نظر، قد تكون مواقف. في الحالة التي بين أيدينا إذا عدنا إلى الوضعية، لدينا موقف صاحب الرسالة وموقف أخيك الأكبر. إذن نحن الآن أمام مواقف. الموقف الأول ماذا يرى؟ كما تلاحظ عزيزي المتعلم أن الإنفاق في سبيل الله تجارة رابحة. الموقف الثاني يرى بأن الإنفاق تجارة خاسرة، وكما تلاحظ الرأيان متقابلان لا يمكن أن يلتقيا. قبل أن نطالبك باتخاذ موقف، بتحديد الموقف السليم، لابد أن نقيس قدرتك أولا على تحديد المشكل. وإذاك غالبا ما نبدأ في معالجة الوضعية بتحديد المشكل. اخترت لك هذه الصيغة في تحديد المشكل: حدد العبارة المناسبة للمشكل الذي تطرحه الوضعية بوضع علامة في الخانة المناسبة. لماذا احتارت الأخت الصغرى؟ هل هذا مشكل؟ هذه حالة للأخت الصغرى ولم تلامس بعد القضية التي وقع فيها التعارض. ما الذي يبرر الإنفاق في سبيل الله؟ بمعنى هناك موقف متفق عليه هو الإنفاق، نبحث له عن تبريرات. إذن لم نلامس بعد نقطة التعارض.
هل الإنفاق في سبيل الله تجارة رابحة أم خاسرة؟ أعتقد عزيزي المتعلم أنك أدركت أن السؤال الثالث هو الأقرب للتعبير عن المشكلة، وتستحق عليه بطبيعة الحال نقطتان. السؤال الثاني لكي نتدرج معك نحو اتخاذ موقف، لابد أن نستدعي معك وأن ندعوك إلى استحضار جملة من المفاهيم والقيم التي ستساعدك بطبيعة الحال على اتخاذ موقف، ونسمي هذه الموارد إضافة للموارد التي أخذتها من محاور سابقة، تسمى هذه الموارد التي تعطيها إياك الوضعية موارد خارجية. الداخلية هي التي أتيت بها قبل إنجاز الفرض، والخارجية هي التي تمكنك إياها الوضعية التقويمية. السؤال أو المهمة الثانية، لأننا لا نتكلم عن أسئلة وإنما مهام، الإنفاق في سبيل الله من مقتضيات الإيمان. أبرز علاقة الإنفاق في سبيل الله بتزكية النفس من خلال إتمام الخطاطة الآتية. الإنفاق في سبيل الله تزكية النفس. تلاحظ عزيزي المتعلم أنه لا يمكنك أن تحدد العلاقة بين هذه المفاهيم، وهذه محطة لكي نختبر قدرتك على ضبط هذه المفاهيم، إن لم تستحضر في ذهنك معنى الإنفاق في سبيل الله الذي مر معك في مدخل الاستجابة، وأيضا معنى تزكية النفس الذي مر معك في مدخل التزكية. لكي نقرب بين المفهومين، أنت تعلم عزيزي المتعلم أن الإنفاق هو عطاء بغير من ولا رياء، بكل ألوان العطاء المادي والمعنوي، وأن تزكية النفس هي سموها، هي علوها، هي تخففها من الأمراض التي تحط من قدرها ومن كرامتها، كالبخل والشح والكبر والاستعلاء والحسد وأخواتها. الآن ما العلاقة بين نفس زكية وبين الإنفاق في سبيل الله؟ هل يقوى على العطاء من لم تتزكى نفسه وتتطهر من حب المال؟ هل يقوى على العطاء من لم يملأه حب الله تعالى، ومن لم يبعث فيه نداء يا أيها الذين آمنوا الرغبة في السعي وفي نيل شرف الإنفاق في سبيل الله؟ هل يقوى على العطاء من لم يجعل من نفس رسول الله الزكية نموذجا له؟ أنت تلاحظ الآن عزيزي المتعلم أن تزكية النفس هي شرط للإنفاق في سبيل الله، وأنه لا قوة لنا على الإنفاق إن لم نتمتع بأنفس زكية، بأنفس مستعلية عن حب المال. نعم تحب المال، لكن لن يحجبها حب المال عن العطاء بغير من ولا رياء. فإذا تعبر عن هذه العلاقة بعبارتك، وأنت تلاحظ عزيزي المتعلم بأنه في هذه المهام تتعدد طرق الإجابة وطرق التنفيذ، ولذلك لا حاجة لكي تفكر في الإجابة هنا أو هناك من غيرك، أو تفكر في الغش. لماذا؟ لأن هذه المهام تختبر فهمك، تختبر قدراتك الشخصية لا قدرات غيرك، وإذاك كل الإجابات المناسبة مقبولة وصحيحة. وتستحق بطبيعة الحال على هذه المهمة ثلاث نقاط كما يحدد إطار المرجعي في التعامل مع المفاهيم. المهمة الثالثة، سندعوك عزيزي المتعلم إلى أن تنشط ذاكرتك هذه المرة، وتستدعي معارفك المكتسبة من خلال كل المحاور الثلاث التي مرت معك. ضرب الصحابة أمثلة رائعة في الإنفاق في سبيل الله. مباشرة تسمع الصحابة والإنفاق في سبيل الله، يحضر عندك مدخل الاقتداء، وكيف كان الصحابة أسرع الناس إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي مثالا لهذا الإنفاق من حياة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. والآن يمكنك أن تستحضر حياة أبي أيوب الأنصاري وتستخلص منها نماذج من هذا الإنفاق، ولعل عنوان الدرس عندك يساعدك على ذلك قبل أن تنخرط في العناصر المتضمنة في هذا المحور. تحدثنا عن أبي أيوب في نصرته وإيوائه لرسول الله، وهو الذي جعل بيته
أول محطة ينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مهاجرا إلى المدينة. إذن يمكن أن تعبر عن هذه الفكرة وعن أخواتها في هذه الخانة التي أعطيت لك. هل كان للمرأة المؤمنة حضور في مشروع الإنفاق؟ علل إجابتك. هل كان للمرأة المؤمنة حضور في مشروع الإنفاق الذي ضرب فيه الصحابة المثال؟ لعلك عزيزي المتعلم تستحضر مباشرة أم سليم أو سليم، وكيف كانت من الصحابيات المبادرات التي لم يكن لها مال، لكن لا كانت لها نفس زكية، فجاءت بولدها أنس خادما لرسول الله، وقد انتفع هو بصحبة رسول الله كما انتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمات هذا الشاب الذي فاز بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإيمانا ومالا أيضا، لأنه أصابته دعوة رسول الله فكانت تجارته رابحة. فإذا يمكنك أن تجيب هل كانت المرأة المؤمنة؟ نعم انخرطت، وتعليل جوابك سيكون بذكر حال أم سليم أو سليم نموذجا لكل ذلك. المهمة ما قبل الأخيرة أو المهام الأخيرة، الآن بدأنا نقترب من تحديد موقفك، سندعوك إلى أن تستدعي مكتسباتك المرتبطة بصورة الحديد لكي تتمم هذا الجدول الذي يريد منك أو يختبر قدرتك على استخلاص مضامين النصوص وأيضا على التقاط القيم المتضمنة وتثمينها. المضمون الأول: الإنفاق قبل الفتح أعظم درجة من الإنفاق بعده. وأدعوك الآن أن تستحضر النص القرآني الذي يشير إلى هذا المعنى من سورة الحديد في المقطع الأخير. لعلك عزيز المتعلم تذكر قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأحبك عزيزي المتعلم أن تستحضر هذا المعنى وأنت في هذه المحنة بين قوسين التي نريدها أن تكون منحة. لا يستوي الإنفاق الآن والناس في شدة والناس في حاجة من الإنفاق بعد أن تنفرج هذه الكربة، فكن إذن من الذين عظمت درجتهم عند الله تعالى وعظمت درجتهم عند خلق الله تعالى من خلال المبادرة إلى الإنفاق الآن وليس غدا. من القيم التي يمكن أن نستخلصها من هذا النص وهذا المضمون: قيمة الاستقامة إنفاقا، والإحسان أيضا، المحبة، لأنه لا ينفق إلا محب لله تعالى ولخلق الله، وكل القيم المناسبة هي صحيحة. المثال الثاني: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مر معك هذا المقطع في سورة الحشر، يوثرون، مر معك أنه يفضلون غيرهم في الإنفاق ولو كانوا هم أيضا متساوين في الحاجة. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الآخر أحوج ولا صبر له على حاجته، وأنا يمكنني أن أصبر إلى حين، وهذا مرقى عالي في الإنفاق، أن تنفق ليس واجبا وإنما حبا وتكرما. المضمون المستفاد هو إثار الغير على النفس في الإنفاق طبيعة الحال دون أن يضر بنفسه. القيمة: الإحسان، الإيثار، المحبة، كما قلت لا يوتر إلا محب إلا موحد، كل هذه القيم مقبولة. القرآن الكريم يبعث الخشية في قلوب المؤمنين، مر معك أيضا في سورة الحديد هذا المشهد، كيف أن القرآن يزكي الأنفس، يبعث فيها أعظم المعاني والمشاعر. قال تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. القيمة المتضمنة هنا أقرب القيم، الخشية من كتاب الله، لأننا نعظم كلام الله، لأننا نعظم ربنا عز وجل. ولذلك الأقوى القيم هنا يمكن أن تكون هي التوحيد طبيعة الحال، وكل القيم المجاورة لها والمناسبة. في مهمة ما قبل الأخيرة سنستدعي معك محفوظك من القرآن الكريم،
وها نحن نقف عند آخر مهمة يمكن أن تسأل عنها، وهي حفظك للقرآن الكريم، التي يعتقد البعض أنها هي الأول والأخير في هذه المادة، وهي لا تمثل إلا جزءاً منها، أربع نقاط من هذه المادة ومن هذه المهام. وأكثر من ذلك لا يمكنك أن توفق في الإجابة إن لم تستوعب معناها. ولذلك يسرنا لك الآن اختيار الآيات المطلوبة، لكن في مرات قادمة يمكن أن نطالبك بتحديد الآيات فقط بإشارة إلى مضمونها. يتحسر المتخلف عن الإنفاق في سبيل الله يوم القيامة أن يشعر بالحسرة وبالغبن وبالضياع. لماذا؟ لأنه فاتته فرصة الإنفاق، وليكون من الذين عظم أجرهم دنيا وأخرى. فيتمنى لو كان له من نور المنفقين نور وأجر ونصيب. أتمم الآيات من سورة الحديد التي تعرض لهذا الموقف، وقد يسر لك واضع هذا النشاط التقويمي ذلك حينما بدأ لك بمطلع هذا الموقف. يوم هناك مشهد غيبي يعيشه المؤمن بمشاعره بفكره وأيضا بإرادته. يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نحن فقط نطالبك أن تقف فقط عند ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. الآن وصلنا إلى الجواب عن حيرة أختك، والآن يطلب منك أن تساعدها على اختيار الموقف السليم. أبرز لأختك الموقف الشرعي ممن يعتبر أن الإنفاق في سبيل الله تجارة خاسرة مع التعليل. سيسهل عليك أن تدرك أن الإنفاق في سبيل الله تجارة رابحة، وهذا جزء من الإجابة، لكن المهم عندنا هو أن تعلل اختيارك وأن تعلل إجابتك. بماذا أعلل إجابتي؟ هل أصبح سباحة حرة في فكري لأختار كل العبارات التي ترد على ذهني؟ لا، ما تعلمته من مفاهيم، مفهوم الإنفاق، مفهوم تزكية النفس، نصرة المؤمنين للحق، تستدعيه الآن. تستدعي أيضا القيم التي مرت معك، قيمة التوحيد، قيمة الاستقامة، قيمة الإحسان، قيمة المحبة، لتركب إجابة وافية. ولا تنسى أيضا أن تستثمر محفوظك من القرآن الكريم. فيمكن أن نعلن من الآن أنني مع أو ضد من يقول أن الإنفاق في سبيل الله تجارة خاسرة، لأن المنفق أعظم درجة عند الله تعالى كما تشير إلى ذلك سورة الحديد، ولأن الإنفاق يطهر نفسي من الشح، ولأنه يقربني من الله تعالى، قيمة الإحسان التي تزيدك محبة، ولأن المال مال الله تعالى. ألم يمر معنا قول الله تعالى وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ولذلك يمكن أن تكون إجابتك مخالفة لإجابة غيرك. لماذا؟ لأنك ستعالجها من زاوية معينة وباستثمار المفاهيم التي اخترتها، وبالتالي يستحيل أن تتشابه الإجابات في مثل هذه المهام. هذه عزيزي المتعلم محطة أرجوك أن تستثمر كل ما ورد فيها قبل أن نواصل معالجة المحاور المتقدمة أو المتبقية من مدخل القسط والحكمة، وسنعود بعدها لإنجاز وضعية ثانية نركب فيها القضايا الواردة أو القضية الواردة في الوحدة، أو نركز فقط على مدخلي القسط والحكمة. أشكرك على حسن المتابعة، ولموعد معك أرجوه قريباً.